هي متداولة أيضا لشاب يحتفل بإكمال والدته حفظ القرآن الكريم على طريقته الخاصة. هذه الصورة نشاهدها سويا وهي من الصور المتداولة خلال الساعات الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي. سبحان الله خالد، يعني يتفرد الناس في بعض الاحتفالات وكيف يحتفل بأهله أو حتى بإن شفنا خبر قبل قليل عن احتفال بطريقة بابنته مع طفلته، أيوة، والآن مع والدته وبطريقة مختلفة كذلك. صحيح، وكلاهما اجتمعا في حفظ القرآن الكريم، نسأل الله أن يثبتهم. إذن مشاهدينا المشاركات. إلى المشاركات.